شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا الايه؟ الريفريش. مفيش مشكلة. طبعا واحد ممكن يقول لي ايه هنا لو عملناه بريسيست ومش ريفريش، وروحنا برضو عملنا رن. ركز معايا، عملنا رن، ايه ده هترجع برضو عادي، مفيش اي مشكلة. هقول لك تمام. السيلكت يا جماعة في حاجة اسمها فيتش، تمام، في ليزي وايجر، ده هيبقى ليه فيديو لوحده، فمفيش مشكلة، وقتها هنفهم يعني ايه فيتش وايجر، بس لما نخش في الريليشن شيب بتاعت وان تو ميني. تمام، خلينا بقى نخش على الديليت. المرة اللي فاتت شفنا الديليت والدنيا باظت معانا. تمام، خلينا هنا دي بريزيست اهي، خليها بريزيست زي ما هي. تمام، انا لو رحت هنا اول حاجة المفروض خلينا نعمل اهو دول الجيت، مفيش مشكلة، عاوزين نعمل ديليت. تمام، انا قلت له سيشن دوت ديليت، ديليت بديله اوبجكت، اوبجكت ايه؟ اوبجكت من الكلاس، ما كنتش بديله اي دي، ما بديلوش اي دي، لا بديله اوبجكت من الكلاس. المرة اللي فاتت كنا عاملين الاي دي، ادينا له الاي دي وكريتنا فاريبل برضو اي دي، كنا بنكريت انت او انتجر. تمام، فهنا بتديله ايه؟ الاوبجكت بتاعك. تمام، اديله ده اللي هو البيرسون البي والاي دي، ولا اديله الريزلت؟ لا اديله الريزلت، لان انت المفروض بتعمل ريتريف للاوبجكت بتاعك كله من داتابيز وتديله ايه؟ وتديله هنا الديليت بتاعتك. في الديليت بتديله الاوبجكت بعد ما تعمله ريتريف من داتابيز، كده مش هيمسح، كده مش ايه؟ مش هيمسح. طب تعالى كده نجرب البي الاول، نعمل ران. جاب لي اسلام و20 لكن ما عملش اي ديليت، ما فيش جمل ديليت خالص. اذا لازم اديله ايه؟ الريزلت. اذا عشان امسح حاجه من الداتابيز لازم اعمل ريتريف الاول للداتا واجيبها من الداتابيز واحطها في الاوبجكت وادي له ايه؟ الاوبجكت بتاعي. تمام، ركزوا بقى معايا، انا هنا بريزيست. تمام، المفروض اما امسح طبعا البيرسون اللي راجع فيها، راجع فيها الداتا بتاعه البيرسون وراجع فيها الاوبجكت. تمام، وبتنعرض وكله تمام. اما اجي اعمل ديليت، ركز بقى معايا، اعمل ديليت، عمل ايه؟ ديليت فروم بيرسون، عمل ديليت للبيرسون بس. تعال نروح هناك كده في البيرسون اهو، مسحه. طب هناك ما مسحش. تمام، حلو، انا في بيرسون هرجع ده تاني اهو، واحد اهو 1 فول نيم اسلام خضر اهو، الاي دي ده الفورين كي بيبينتر على الاي دي اللي هنا 1. تمام، ابلاي ابلاي فينيش. تعالى بقى نروح هناك نغير الدنيا. نغير الدنيا ازاي؟ هقول لك، خلي ديت ريموف. جميل، ريموف اهي اهو. تمام، نعمل ريموف. شوف عمل ديليت من البيرسون وعمل ديليت من الداتا. نروح هناك اهو، عمل ديليت من هنا وديليت من هنا. في مشكله؟ مفيش اي مشكله وكله تمام و10 على 10. اذا لو استخدمت الساسكيد بتاعت الريموف بيعمل لك ريموف للي هنا وللاوبجكت ده كمان. طبعا لازم تعمل له ريتريف من ايه؟ من الداتا بيز. مفيش مشكله، هعمل جيت اد جيت كوميت، هقول له 3. تمام، هروح هناك هعمل ريلود، ريلود تاني. لسه عملتش بوش ولا ايه؟ انا عملتش بوش اصلا. تمام، انا عملت بس كوميت، هعمل بوش، عمل بوش، هروح هناك ريلود اهو 3، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش هتوصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.